الوجهة ديالنا اليوم مدينة الزلال، وفي دعوة من صديق مصطفى والمهووس بالخرجات الطبيعية واللي غادي نبات عنده، وفي الصباح غادي نمشيو لاستكشاف منابع شلالة أزود. وما يميز هذه التجربة هذه هو أننا غادي نمشيو على رجلينا، أي على الأقدام، المسافة في حدود 20 كيلومتر. غادي ينضم لنا السي عبد الرحمن واللي هو ابن المنطقة واللي على دراية كبيرة بطرقها ومسالكها. وما نخبيش عليكم أنني أقمت بأزيال لمدة 15 سنة، ولم يتسنى لي أن وصلت إلى منابع الشلالات. كنت أظن أنها واد قادم من بعيد من جبال الأطلس، أتى به القدر إلى أزود ليصب من الأعلى مكونا تلك الشلالات الرائعة. وفي طريقي الأزلال ارتأيت أن أتوقف قرب هذا السد العظيم واللي هو سد بالويدان الدائع الصيت، لأقف على النقص والتراجع المهول اللي عرفوا في السنين الأخيرة نتيجة قلة الأمطار والاستغلال المفرط. هاد السد هذا كتبغي الحقينة ديالو أو القدرة الاستيعابية ديالو مليار ونص متر مكعب. رافداه الرئيسيان هما واد أحنصال وواد العبيد، يستغل في الري وإنتاج طاقة كهربائية. بلغ حجم السد بالويدان هاد السنة هذه 136 مليون متر مكعب بنسبة ملء 11.2%، وهو أضعف مستوى شهده منذ أن شرع في استغلاله سنة 1954. وإحنا الآن في الزلال، والزلال هي مدينة مغربية تقع في ملتقى الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، كتنتمي إلى جهة بني ملال خنيفرة، وهي كذلك عاصمة إقليم الزلال. كتبعد عن مراكش 164 كيلومتر وبني ملال 84 كيلومتر. مساحة الإقليم 9800 كيلومتر مربع، وهي تساوي مساحة لبنان تقريبا. الساعة الآن 8 صباحا، والانطلاقة ديالنا غادي تكون من هاد الساحة هادي واللي هي ساحة البروج والمعروفة بهاد التمثال هذا الديناصور الأطلس أو أطلس زوريس، رمز وأيقونة المدينة. والوجهة ديالنا الأولى هي قرية إفران العجيبة بمغاراتها وطبيعتها الساحرة، فعلى بركة الله. وما يثير الانتباه وحنا في طريقنا لمنابع أزود هو هذا العمل الدؤوب اللي كيقوموا به ساكنة الزلال من استصلاح للأراضي وتنقيتها من الأحجار وحرطها وتسييجها، بل حفر أبر حتى، وبناء مساكن للراحة والاستمتاع بالهدوء وبالجو العليل والمناظر الطبيعية الرائعة وسط أشجار الخروب والبلوط المعمرة. فشكرا لهم على هذا العمل الجبار الذين يقومون به. احنا الان على مشارف قرية افران والتابعة لقيادة اقودين الخير اقليم الزلال طبعا. وهذه التسمية هذه هي موجودة في كل مناطق المغرب وخاصة الجبلية منها. وافران هي جمع افري، وافري هو الكهف، افران هي كهوف. وفعلا على قرية افران يطل جبل صخري
به العشرات من الكهوف المختلفة الأحجام والأعماق، لا زال بعضها يستغل حتى اليوم، خاصة إيواء البهائم. كهوف تستحق الزيارة والاستكشاف، ولما لا استغلالها سياحيا من أجل تنمية المنطقة، خاصة وأن الدوار يعاني التهميش كما أكد أحد الساكنة. معاناة الدوار مع الطريق والماء الصالح للشرب وندرة ماء سقي الأشجار وخاصة الزيتون بحكم توالي سنوات الجفاف. ومن النباتات اللي كتير انتباه وإحنا متجهين الأزود هو نبات الدوم العملاق أو ما يسمى بالبالمية دوم، واللي كيتوجد بالأساس في المقابر. فاحتراما للمقبرة جعلت الناس كيتحشوا حش الدوم، وبالتالي إعطاءه فرصة للنمو إلى هذا الحد، وهي ظاهرة وجب الاحتداء بها. الاستراحة بالقرب من مدرسة إزناكن ومسجد إزناكن إغنو معراض، شرب ما يتيسر من المقويات لمواجهة ما هو قادم. والقادم جميل طبعا، أشجار اللوز المزهرة وأشجار الدوم العملاقة، تنوع بيولوجي مهم، شقائق النعمان وزقوم وزعتر وعرعر، ومناظر خلابة تشد الأنفاس. ومن أجمل مقاطع هذه الجولة الشيقة هو هذا المسلك الضليل بين أشجار العرعار الفواحة والمطل على قرية أزود. هذه الأزود باهي، انا بخوالو مزيان. نزيد نتخيل هاد الخنشة هي هاك، قلتولي الحلوف تيكون هنا.
ما اللي قلت لي يا هرب زعما ما عمري ما شفت غنمي تيجي واحد اللقطة زوينة هنا شتي تيبان لك من هنا مصطفى انت على مشارف وزود ها يا شاد ها وحنا الآن على مشارف أوزود، لم يبقى إلا خطوات لنصل إلى القرية، ومن ثم في اتجاه منابع شلالة أوزود. زيارة خاطفة من خلالها غادي ناخذ فكرة على هذا الموقع السياحي الرائع. وراه بلدي راه غادي نسوي شي شويه ديال الزيت الراح في حاجه يلوحوا لك ونوليو نوليو تنشروا معاه طويجين خصو يكون طايب طايب هذا هو اللي كاين هما دوك هادوك اصلا ما دارش بكريات واربع اه وتعتبر منطقة أوزود من أهم المناطق إنتاج للزيتون بإقليم الزلال، بحيث تعد الشجرة المعمرة والأكثر انتشارا وإنتاجا نظرا للظروف المناخية المناسبة وتوفر مياه السقي والعناية اللي كتحظى بها الشجرة المباركة من طرف الفلاح. وكتعتبر زيت الزيتون أوزود من أجود الزيوت في الإقليم. وحنا الان على جنبات واد أوزود واللي اندمج مع واد تسرخت الموسمي انطلاقا من المنابع ليسير في اتجاه الشلالات وليصب بعد ذلك وليس ببعيد عن المنطقة في واد العبيد احد روافد واد ام الربيع.
الوصول إلى هذا الموقع يتم على الأرجل عبر مسلك موازي للوادي أو عبر السيارة لمسافة كيلومترين عند مدخل دوار أزود. مواقف السيارات مؤمنة وظليلة ومتوفرة، وأحواض صغيرة لسباحة الأطفال، ومقاهي شعبية لاحتساء كؤوس شاي المنعنع نعناع أزود الطبيعي، ومنسمة بالأعشاب الطبيعية، والاستمتاع بخيل المياه المتدفقة وزقزقة العصافير وهي تنبعث من أشجار الصفصاف المتدلية. وما يمكن ملاحظته منذ الخطوات الأولى لهذا الموقع هذا هو عدم إعطائه حقه من الرعاية والعناية، فرغم روعة المكان فهو لازال على حالته الطبيعية. اللهم محاولات بعض الشباب توفير كراسي وشمسيات وتنقية أمكنة للراحة على جنبات الواد غير كافية أثناء الذروة، خاصة فصل الصيف. المكان يحتاج إلى تهيئة حقيقية كإحداث مسالك ومراحيض عمومية، ولما لا مسبح حقيقي للكبار والصغار مع مراعاة خصوصية المنطقة واحترام التنوع البيولوجي اللي كتزخر به الوادي وإزالة الحواجز البلاستيكية المنتشرة هنا وهناك وتنقية المنابع من الشوائب العالقة وعدم تشويه محيطها بعشائش وسقيفات قصدرية. وكما أن جنبات الواد تحتاج إلى حملات نظافة وعمال مراقبة وكهرباء يضيء ليل هذا الفضاء الجميل، كما يجب إحداث جسور صغيرة تربط جنبات الواد عوض تلك المصنوعة بقطع خشبية معرضة للانكسار واللي كتمثل خطر على صغار وكبار السن. إن جنبات الواد والمنابع منطقة واعدة سيكون لها شأن كبير في قطاع السياحة، شريطة أن تعطى العناية التي تستحقها كتلك التي أعطيت للشلالات، فكثيرا من زوار أزود لا يعرفون إلا الشلال وليس لهم أي دراية بمنابع رغم أنها لا تبعد عنه بأكثر من 3 كيلومترات. وحنا الآن في منابع أزود الجميلة، مجموعة عيون قد يصل عددها إلى 26 عين جف بعضها نتيجة توالي سنوات الجفاف، تدعى هنا بتغبولة جمع أغباله وهي العين، فتبعد عن شلالة أزود بحوالي 3 كيلومترات. وصبيب هذه العيون هذه قد يتساوى مع صبيب عين سردون في حدود 1600 لتر في الثانية. أتمنى أن يساهم هذا الشريط في التعريف بهذا الموقع الجبلي الرائع، وأن يساهم في تنمية سياحية مستدامة بالمنطقة. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط آخر
حول الشلالات إن شاء الله.